السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى معكم. طيب إذا إحنا بهيك حالة أخذنا حالات الإف والإلس، ما عدنا أي مشاكل. مثلا ننتقل لحالة أخرى، إيش ناخذ حالات خلينا نشوف إحنا أصلا بالتمبلت شنو عدنا. عدنا لوب، في عدنا فور، في عدنا فور إيتش، لاحظ نفس الفكرة، ما عندك أي مشاكل. أوكي، فور فور إيتش نفس الشيء، يعني هنا عندك الفور. أوكي لاحظ this one، وهذا لاحظ اوكي i equal to 0 بهذا الشكل، هذا ال 4 and 4. نجي على ال Laravel نعمل refresh، لاحظ the current value is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاحظ للاخير 4. تكتب القيمه i اصغر من 10 i plus plus، تيجي تطبعها، لاحظ هذا موجود في داخل البليد and for انتهى، هذا هو الفور ستيتمنت في داخل البليد. كم هي سهلة، هذا نعمله كومنت، نعمله سيف، نجي على ال لاحظ رفرش تمام، نجي على ال for each. اوكي for each يحتاج من عندنا انه احنا نعمل array، وعدهم في شيء اخر اللي عندهم شيء اسمه endless اوكي، في عندهم ايضا الانلس عندهم، حناخذ فكره الانلس. بس اول شيء خلينا نشوف الفور ايتش كيف نتعامل وياها. عندنا هنا ايضا الفور ايتش، لان هي اكثر شيئين يستخدمونها هي الفور والفور ايتش. فور ايتش يحتاج الى array، هذا الاري ممكن توليدها وين؟ ممكن انا اعمل سيف لهذا، ارجع مره اخرى للراوت، في الراوت ايش راح اعمل؟ لاحظ في الراوت اجي اعمل لي فاريبل، اجي اكتب عليها نيمز او مثلا ستودنت نيمز. اوكي هذا الستودنت نيمز راح يكون هو اري. اوكي هذا الاري راح اضيف بها مثلا، طبعا فارز منقطه، اجي اضيف بها اسماء، يعني مثلا محمد، فارزة، أحمد، فارزة، طبعا هذول أسماء أخواني أكيد، محمد مو أخويا هو آني. أوكي أخويا أسامة. طيب الآن أنا عندي الأري جاهز، يبقى عندي أنه حتى أظهرها في الفيو، هذا الأري موجود في الراوت صح، بس لكن أنه لازم هذا ايضا اضيفه وين؟ اضيفه من ضمن الفيو، لان هو هذا اللي راح يظهر ريتيرن فيو، هذا ما راح يرجع صح. كيف ارجعه؟ بسيط جدا، انه انا اجعلها كاري. لو اجي هنا أنا اكتب مثلا student names اوكي، والكي حيكون منه هو الكي، هو حيكون الاري. اوكي الكي هو اري، يعني راح يكون اري بداخل الاري تمام. طيب تسوان احنا ما عندنا اي مشاكل بيها تصور، اللي هو لو اذا بيها مشكله كان يعطينا ايرور، بس اعمل كنترول اس حتى نعمل له سيفينج. ما عندي مشكله، بس احتاج انه اخذ student names هذا اللي هو حيكون variable، ادخل هنا واقول student names as student مثلا. اوكي for each student name كstudent، احتاج انه هذا ال p مثلا في داخلها هنا يقول لي ال ما حاجه، هو array بهذا الشكل student، طبعا لازم مع ال and. خلينا نجي نعمل سيف، حنشوف الميه تكذبت الغطس. هولا this is user محمد، this is user احمد، user علي، user اسامه. فهذا هو باراجراف، اذا احنا جينا اخذنا هذا الكلاس حيكون لنا اوضح بكثير، اذا جينا هنا عملنا هذا ككلاس حتى يطبع عليها السي اس اس. اولا this is user محمد، this is user احمد، this is user علي، this is user اسامه. اذا انا استطعت ايضا استخدام الفور ايتش واعمل لوب داخلي، لاحظ هذا فور ايتش مشابه جدا للفور ايتش البي اتش بي، لكن هنا عندنا علامه الاند فور ايتش، ولما تنتهي من الفور ايتش مفروض انه تذكر اند فور ايتش. اوكي فاذا بهيك حاله احنا نلاحظ انه
شيء رائع. طبعا في عندنا قلنا الانليس اللي هو كان موجود مع الاف انليس. اوكي انليس اندليس نقدر ناخذ هذا كوبي. اوكي نجي ننزل للاسفل خلينا نشوف وين نكتبه. هذا لازم يكون شرطيه بعد الفور ايتش. لما يدخل هذا الستودنت في داخل الستودنتس ويعمل لوب في داخلها ما لم يكن خلي هذا مو يطبعها اكس ضعها هون. ما لم يكن الستودنت اوكي يساوي مثلا من عدنا في الاراي عدنا علي. طيب نرجع هنا أنا علي اوكي. فهنا عدنا حيطبع الاسماء بس بدون لما يوصل لعلي يتوقف. اوكي فهنا الانليس يبدا وينتهي الانليس هنا وبالاخير ينتهي الفور ايتش. جميل جدا. خلينا نعمل هنا سيف ونجرب نشوف نتاكد انه صار هذا الشيء ام لا. لاحظ This is محمد أحمد أسامة علي طار من المعادلة. يعني هنا احنا عدنا محمد أحمد علي طار من المعادلة ضاف أسامة. ما لم يكن الستيودنت علي. إذا مو علي إذا أطبعها. إذا علي لا تطبعها وقف. أوكي بس حيطبع اللي بعد علي. أوكي يعني بس حياخذ الاسم. يعني مثلا خلينا نقول إذا شلنا منها أحمد مثلا راح يطبع علي عادي بس أحمد لن ينطبع. هنجي هنا السيف ونعمل هنا الرفرش. لاحظ محمد علي أسامة. بمعنى آخر أنه أنليس فقط يأخذ الشيء اللي أنت ما ترغب بيها. أوكي طيب خلينا نشوف التايم إذا كان يسمح. خلينا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.